المصادف ل 15 سبتمبر من كل سنة، وفي إطار الجزائر الجديدة، والذي يعتبر الإيمان من أهم العناصر في بنائها والدفاع عن مقوماتها الدينية والفكرية. إن الإيمان الذي رفعه رب العزة وجعله مقدما في الصلاة ومبتديا به، كما قال تعالى في كتابه الكريم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. اللي رسمه السيد رئيس الجمهورية تزامن والذكرى السنوية لوفاة العلامة والبحر الفهامة الشيخ سيدي محمد بكبير قدس الله ثراه، والشعار اللي رسمته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف: الإمام من الشعار تحت شعار البناء من الجهاد إلى البناء والتعمير. الوطني إن شاء الله تبارك وتعالى للشيخ سيدي محمد الكبير، واليوم الإمام اللي داره سيدنا الرئيس عبد المجيد تبون، نطلب الله سبحانه وعز وجل مجلس به الإكرام إن شاء الله، إكرام نتاع خير ونتاع بركة ونتاع فتح ونتاع قرآن إن شاء الله ونتاع علم، والدولة الله يحفظها والله ينصرها، وهذه الولاية تاعتنا إن شاء الله تكون ولاية فيها الخير وفيها الفتح على رئيس السيد الولي إن شاء الله، والطاقم نتاعو إن شاء الله، والسيد المدير والطاقم نتاعو، والأئمة جميعا بما معلم القرآن الكريم وأساتذة القرآن الكريم والمؤذنين وأئمة إن شاء الله تبارك وتعالى، وأنتم أصحاب الطاقم الإداري الله يحفظكم الله ينوركم إن شاء الله. بهذه المناسبة نشكر السلطات المحلية وعلى رأسهم والي الولاية ومدير الشؤون الدينية على هذه الأهمية أو هذه الالتفاتة الطيبة التي كرمونا فيها، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكونوا في خدمة الإسلام والمسلمين إن شاء الله. ربي وأنتم ربي يحفظكم إن شاء الله.